تحديدا بهذا اللقاء مع ضيفتي الموجوده معنا باستديو سونيا حايك خوري. صباح الخير. بونجور. اهلا وسهلا فيك سونيا. هلا بدنا نحكي عن معرضك يلي بلش نهار الاربعاء تحديدا ومستمر ان الله راد لغايه الساعه، بدك تقولي لي اي ساعه ل 17 الشهر. نعم. مستعجب بدي اعرف انا كل شيء، اي ساعه ولا امتين وشو في بالمعرض، بس خليني اقول التام الخاص بمعرضك هو اول معرض منفرد لإلك. Hier en morceau, aujourd'hui en tableau. يعني بنحس مثل وكأنه مقسوم لقسمين. التام خبرينا أكثر سونيا. هي hier en morceau يا شغلي اللي قدمته أنا بالماستر سنة 2012. كنت شغلي عن أزمة هوية، أنا مين بالنسبة لأهلي لجوزي لأولادي، لعصعيد العائلة مش عصعيد الوطن، يعني لأن أنا بعرف هويتي أنا لبنانية. بس كان كتير طابلويات كبار، كانوا متر بمتر، بقى رجعت حبيت أقدمهم بغير طريقة وبغير مفهوم بغير كونسبت، قصيتهم ورجعت جمعتهم بغير طريقة. يعني فرجيتك مثل عملت زوم، قربت الكاميرا على التفاصيل اللي أنا بدي إياها. هن زيتهم قصيتيهم؟ إيه، بس ما قدمت كل الطابلو متر بمتر، قدمتهم قطع صغيرة صاروا مرسو قطع. الثانية قطعة من العنوان يلي هي أجوردوي أون تابلو، اشتغلت على مفهوم جديد، مفهوم لا عنف. أنا وابني ابني يلي عمره 5 سنين ونص. بقى أنا بشتغل على التابلو أول شيء على صور عن ابني، وهو بيرجع بكفي وبتركه مثل وبقدمه مثل ما هو. حلو. خلص يعني هيك يعني هو ابنك حتى نحكي شوي عنه، عنده كمان موهبه الرسم ولا مثل الاولاد اللي بيرسموا لقيتي كيف؟ لا انا بحس انه كل الاولاد عندهم موهبه الرسم لانه انا معلمه كمان. انا معلمه بعلم رسم بالمدرسه. بقى بحس انه الاولاد كلها عندها اياها بطبيعتها، بتخلق عندها اياها الموهبه. هلا شوي شوي او بتكبر او بتموت او بتنام، بالاحرى بتنام لفتره طويله. نحن بدنا نشوف مع المشاهدين يعني بعض الصور لحتى نفهم اكثر كمان عن شو عم تحكي، وتخبرينا مع الصور شرح كمان عن هذا الموضوع بنشوف سوا. ايه ليش لا؟ هون عم بتشوفي بالاسود والابيض والرمادي في البروفيل تبعولي، محل ما مبين المنخار والانف والفم. ومحل الاحمر هو الفيتوس لما ابني كان ببطني. انا عملتهم هودي، كنت حبلي بالتوم. عندي هلا انا صبيان صغار عمرهم 3 اولاد. اسم الله الله يخلي لك اياهم. ميرسي. 2 و3 اشهر صح الصغار، والكبير 5 سنين ونص. مع هيدا وكله عم ترسمي وتعملي معارض، يعني كمان هيدا انجاز بحد ذاته. لكن لأحكي الحقيقة، لو ما دعم جوزي كمان وعائلتي ومدرستي، يعني أنا محاطة بناس محبين. هيدا لازم أقوله. هون عم يعني بتشوفي كمان بارتي قطع من هول التابلويات اللي حكينا عنهم، ركزت على تفاصيل الوجه، على الدينة، على الأنف، على الفم، يلي هن إلن دلالات واضحة ودلالات مخفية. يعني مثلا الفم بفوت إشي منه وبيدار إشي منه. العين كمان بتشوفي فيها لبرا، وكمان هي نافذة للروح لجوا. يعني ركزت على تفاصيل معينة، هيدا اللي بدي فرجيكم إياه بكل هون. من الأشياء اللي كمان أنا شغلتها فيها هيدا الأوتو بورتري. أوكي. كنت أكيد أضعف هون. وشعرك أفتح. إيه كنت شعري أفتح، وكنت أفتح الفنان مثل ما بده فيه، يعني بشوف غيره بشوف حاله. فخوري فخوري بيدير دنت الجرة مثل ما بده. بس هون هون خبرينا عن التجربة وقت الواحد بيرسم حاله. أول شيء كيف بتكوني شايفة حالك لترسمي حالك؟ بتصيري تشوفي تفاصيل ما يمكن بدك تشوفيها، ويمكن كمان ما كنت بدك تشوفيها. بتكتشفي إيش بحالك. هون كمان بهذا البروجي اللي عم نحكي عنه، هيدي صورتي. هيدي الأوتو بورتري. كيف أخذت معك وقت رسمتيها عن الغايب، ولا كان في صورة عم بتشوفيها؟ لا، بتوقف قبل المراية. هون كمان. التجربة بتوقف قبل المراية لساعات، يعني بدك تضلك بنفس الانطباع اللي بلشتي فيه. كنت زعلانة شوي ولا أنا أخذت الانطباع الغلط؟ لا، هو أهون شي ترسمي حالك مطبقة تمك. تعطينا أسرار، لكن إذا الواحد يرسم حاله بشكل هيك هي. هذا رجعنا منشوف مرقه. بس كمان يعني بس نحكي عن مورسو سارو دي تابلو، كم لوحة عم نشوف بالمعرض؟ يعني هاي كل وحدة بحد ذاتها هي تابلو، وهي واللي حدا بيعملوا تابلو تاني كمان. هيدا كمان مثل كيف نحن كفرد قائم بذاته. وبيرجع بس تصيري انت والآخرين بتصيروا كمان مجموعة، بتكمل بعض. منكمل بعضنا. هاي هي.
شوي ستيلك رايح صوب شو بنسميها، اي مدرسه اذا بدنا نحدد؟ هلا انا بشتغل مجموعه مخلوطه، لما اشتغلت هول التابلويات هلا هون بس لانه مرقوا هيدا الشغل يلي اشتغلوا انا ابنك. وابني. ايه اوكي شفت كيف ببين هون، ببين حب الحياه حلو. وببين الالوان هالعفويه. كثير الصفحه. هالعفويه انا بشتغل عده اشياء سوا، يعني هي هو جوزي اللي بيدعمني. اوكي سلم عليه اكيد. فادي خوري احسن ما يزعل. اكيد بصي خوري ما تزعل. وهذا هون دكتور الياس ديب، هو اذا بدك المرشد الروحي الفني لإلي، لانه بعرفه من ايام لما كنت بدار المعلمين عم بتحضر لصير معلمه فنون. اكيد هون العائله. وهيك كنت عم بحكيكي عن الطريقه اللي بشتغل فيها. انا بشتغل عده اشياء سوا، يعني بشتغل صور برجع بعمل لهم ترانسفير على التابلو، وبرجع بشتغل عليهم اكريليك. عم نحكي كتكنيك. اوكي هذا ابني. اوكي هو الياس. الله يخلي لك يا رب، يخلي لك اياهم كلهم عائلتك. ميرسي كمان. هلا الياس كان عنده يعني واعي انه هو صار في معرض وهو مشارك بالمعرض، يعني قدر هيدا الشيء؟ ليك كانت القصة بالنسبة له مثل افونتور، مثل افونتور. لا وقت اللي حدا اشترى تابلو من اللي هو راسم فيه، ما فيني خبرك الانطباع اللي كان على وجهه. حلو. كان عم بيطير، كان عم بيطير انه حدا هلا هو اشتغل شيء وحدا اشتراه اخده حطه ببيته. حلو. عانت له كثير، يعني حس انه هو شارك. قد عانت لك انك الك كمان انه امه وبانتر كمان حضرتك وكمان اختاروا لوحه لابنك، يعني شغله هيدا بتكبر القلب كثير. اكيد اكيد. وانا بهمني ابني يكون ايبانوي على كل الاصعده، يعني يحقق ذاته ويعبر، لانه بالنهايه هو تعبير. الرسم هو تعبير عن شو في جواتك وعن شو بتحسي، هو تعبير. اكيد. شو بيختلف عند الفنان والرسام تحديدا وقت اللي بيكون نازل بمعارض، يعني مع رسامين اخرين وبمعرض منفرد، قد ايه بيختلف الوضع؟ لقلك الحقيقه بيختلف كثير، لانه لما تكوني مع مجموعه في مجال تتخبي ورا شي حائط. بس وقت اللي تكوني لوحدك خلص مكشوفي، يعني على الاخر. و يعني مش انه كانك قعدتي نو، مش كانك نو، لا بس انه كل شيء، يعني كل انت تحت الاضواء كل الوقت. يعني اللي بدك تقوليه بدك تقوليه بكثير صراحه وجرأة، يعني ما بقعد في شيء يتخبى. يعني لاحظنا التابلويات مع ابنك مختلفة بألوانها عن تابلوياتك الخاصة اللي رسمتيها وحدك. قلتي لي دغري حضرتك تلقائيا، قلتي لي بتشوف الحركة والألوان وحب الحياة. الواحد مع العمر بيفقد هيدا الروح، انه بيصير شو واقع أكثر، ألوانه غامقة أكثر من إذا كان صغير. ليكي هلا بالنسبة للألوان هي فترات، يعني بتشوفي كل الفنانين بيمرقوا بفترات كتير قوية، بيرجع وسط بيرجع خفيفة، يعني مثل نبضات الحياة. بتعرفي دقات القلب وقت اللي يعمل حدا تخطيط، في عندك فوق تحت، لأن بس يصير زيح جالس شو بيصير. عشان هيك بتشوفي أمرار، بتشوفي في كتير حركة وقوة عندي، أمرار بتشوفيني رايقة، أمرار بتشوفيني حزينة، يعني بالنهاية أنا إنسان. نعم. كم لوحة في بالمعرض؟ في بحدود 100، لأنه أحجام صغيرة. أوكي. أحجام صغيرة خصوصي الشغل أنا وابني. يعني مثلا مثل هول عم بتشوفونا ودي 10 ب10. أوكي. هو شو الباك جراوند أنت بتكوني عملتيه وابنك ورسم البيت، يعني كيف، خبرينا أكثر عن بصمتك وبصمته باللوحة. إيه هلا بشغل أنا وياه، أنا بشتغل قلت لك على صور، بعملها ترانسفير على ورق فضة وبحطها على الطوال على القماشة. هلا هو بيجي بيتدخل هون، مثلا رسم إخواته التوم. هو بيتدخل بيجي او بيزيد الوان وبيرجع بيرسم على الالوان، مثل ما هون رسم بقلام الفوتر، او دغري بيرسم على الصوره يلي انا عملتها. اوكي. هلا بيرجع بيمرق بعدين مثلا هون مبين الخلفيه ورا شقفه من صوره انا عملتها، الهول الاسود والابيض، وهو راجع مدخل لهم الالوان. رسم لك شي مره على صوره ما كان لازم يرسم عليها؟ لكن بالرسم ما في شيء ما لازم، يعني على لوحه بدك تقدميها مثل ما هي وشفتيها بقدمها مثل ما هي. عم ترجع بتقدم. ايه برجع بقدم. يعني لا ابدا ما في عيطه، لا ابدا. بس كل شيء ما يرسم على الحيطان، لانه ما بقى في مطرح على الحيط. بالبيت كله وحده ولا هو اخواته عم بيعلمهم كمان هالشيء؟ هلا مبلع على خطاه، على خطاه
اخواتهم مشيهم يعني اكيد بحب شجعه بقوته يرسم قد ما بده بس مش على كل الحيطان وين ما كان. نعم. ما في عنده سيرفاس يعني على طاوله الاكل هو ياكل بصير بده يعمل تمانا. اشياء ايه هون العامل ساعة بقول لك هيدا كلب، ساعة بقول لك خروف. اوكي. طب هون واكثر من مرة وبطرح هيدا السؤال على الهواء وقت اللي بيكون في عنا فنانين، تفضل بدك تعلق على هالصورة. ايه لأنه هون مبين راسه إذا شايفتيه من جهة تحت، مبين كتير واضح. اوكي. الصورة المضبوطة يعني. ايه الصورة يلي أنا شغلتك. بأوقات بيترك لي شغلي مبين، بأوقات بمحي على الآخر، بقى ما عندي مشكلة لأنه بالنهاية شرف لإلي ابني يمحيني وياخذ دوري ان شاء الله بيطلع احسن مني كمان. الله يخلي لك اياهم يا رب. كان السؤال بدي اطرحه بكثير يعني بلقاءات مع فنانين، تخصصهم اذا بدك او اتجاههم الرسومات التجريديه. نعم. دائما بسال الفرق بيني وبين حالي وعلى الهوا كمان معهم، شو الفرق بين رسوماتهم ورسومات اولاد صغار؟ يعني مثل ما قلت ابنك شايفه خروف وشايفه كلب، كل مره بقول لك شيء. كمان بالتجريده الرسام وحده هو اللي راسم اللوحه، هو اللي بيعرف شو راسم. يعني أنا كهيك متفرجة عادية ما بفهم كتير على الموضوع. هو بصراحة في عدة أقسام بالفن. في القسم يلي خصوا بالفنان بس، وفي قسم يلي خصوا بالمشاهد. هلأ بأوقات لما بيرسم الفنان شيء كتير واضح، دور المشاهد بيكون كتير صغير، هيدا برأيي أنا. لما بتبلش تروحي صوب التجريدي هون بيكبر دور المشاهد. لا ليه؟ لأنه وقت المشاهد بيوقف قدام اللوحة وما كتير دغري بيفهمها من أول إكسبرسيون أو انطباع بيشوفه. أوكي. ببلش المشاهد العيد بده يبلش يحلل هيدي شو بحلل أو دغري بيقول مثلا اف شو راسم وبيبرم بفل. هلا إذا في من كل الأنواع يعني، في الناس اللي بدها تشوفه وتضلها فل وتقول ما فهمت وتفل، وفي ناس بدها توقف وتبلش هي تحلل. بقى دور الفنان إنه يخلق هالتساؤل. أنا بالمعرض اللي كنت عملته وبعده ماشي جربت أخلق هالتساؤل، ما خلي دغري الشغلة تكون واضحة، بدي إياها إنه تكون فيها سر صغير لتوقفي وتبلش تقولي هيدي بتشبه شغلة بعرفها، وهون بصير المشاهد داخل بقلب اللوحة لأنه هو عم بيتفاعل معه. هذا اللي كان مطلوب إنه يصير، وبتصور فيه كتير أشخاص تفاعلوا مع هذا الشيء. أكيد. ويعني التيمونياج هو حضرتك أنت شو شفتي شو لمستي كمان من خلال معرضك. أنا بصراحة بس يكون في معرض كان لإلي أو لغيري، أول شيء بمرق وبصير بنطر العالم بمشي وراهن كأني أنا شفافة، بمشي وراهن لشوف هني شو عم بيحكوا، شو عم يتحدثوا مع بعضهم، كيف صارت القصة. ما بحكي شيء، بس يوصل حدا لعندي على المعرض ما بتدخل، بتركه بقوله تفرج عمول برمتك، وبالآخر منقعد أنا وياك، وإذا عندك شيء منسأل بعضنا وبجاوب. بقى بتركه للمشاهد يحكي وهو يفكر ويحلل، لأنه هذا جزء من اللوحة. أكيد. يعني نحن بنتمنى لك كل التوفيق سونيا. معرضك بلش نهار الأربعاء وبيستمر ل 17 شهر إن الله راد بإكزود. تحديدا وين للأشخاص اللي حابين يروحوا يشوفوا؟ الجالوري بتصير على صوفيل نزلة الخارجية بسموها العكاوي، بوجه البنك اللبناني الفرنسي. عم بتكوني دايماً متوجه تحت؟ قد ما عم بقدر بصراحة. هن الصبايا يلي دايرين الجالوري مرسي لهم كمان، يعطيهم ألف عافية. هن عم بيكونوا كل الوقت، أنا عم جرب بحكم شغلي وبحكم عائلي. يعني عائلة اسمال عليك 3 صبيان، 5 سنين ونص وسنتين وثلاث أشهر تقريباً، وعم بتعلمي كمان الرسم بالمدارس، وكنت عم تحضري للدكتوراه، هلأ شوي حطيتيها على جنب؟ هلا نيمتها. نيمتها نتفي بعد، ومشروع المشروع بعده براسي، بس هلا شوي شوي يعني قد ما بقدر. في اولويات اكيد بالنسبه لي، اولويتي هي عائلتي. اكيد بيرجع شغلي وبيرجع درسي. شو فيني يعني بعمل. ان شاء الله دائما بمزيد هيك من النشاط لحتى تقدري تعملي لوحات وتشتغلي وتدرسي وتدرسي كمان. بلشت تفكري للمعرض المقبل؟ يعني في لوحات هلا جديده بلشت؟ بصراحة معتنيدة. بصراحة لا. ما فينا هلا، خليني أخلص هلا بهذا المعرض. أكيد عندي كتير أفكار، و
الفنان وحيلا انسان مفكر ما بينام دماغه هو ونايم بيكون عم بيفكر تجي افكار كثير، بس بيقولوا كل يوم بيومه يعني. هلا عم فكر بهذا المعرض شو في جايه، كمان بيترك الواحد للمستقبل نتفة أكيد. يلعب دوره. كمان في اشياء بتحصل معك هي بتغير لك مسار ان شاء الله تطلعات. كل القصص المنيحه تصير معك سونيا لحتى نشوف كمان معارض جديده لك ومنفرده. بنسلم على عائلتك اكيد، الله يخلي لك اياها يا رب ويخلي لك اياهم كمان. سونيا حايك خوري الرسامه، حكينا عن معرضك باكزود جاليري اكزود بالاشرفيه تحديدا نزهه صوفيل اللي بلش نهار الاربعاء ومستمر ل 17 الشهر. من اي ساعه لاي ساعه؟ هن بيفتحوا من ال 11 للساعة 6 مساء. اهلا وسهلا فيك من جديد وموفقة. يعطيكم الف عافية. مشاهدينا رح نكون بوقفة صغيرة وبنرجع.